أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الصيام وكورونا، تجيني هواي أسئلة عن الصيام في زمن الكورونا. رشا، هل يفقد الجسم قدرته على التعافي التشافي، أو أنه ممكن لا سمح الله تقل مناعته إذا صمنا؟ رشا، هل الصيام راح يساعدنا على أنه نتغلب على كورونا، أو لا سمح الله راح يخلينا نصاب بكورونا؟ تجيني هواي أسئلة بالذات عن هذا الأمر حاليا. أقدر أقولكم أنه الصيام يعتبر العلاج الأجمل والأروع والأرخص على مدى العصور. وهسه ما دا أتكلم عن الصيام الإسلامي فقط، ولكن ولله الحمد رب العالمين خصنا بهاي الميزة وهاي النعمة الفضيلة اللي هي الصيام في كل سنة من شهر رمضان المبارك، أو صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. مراجعيني يعرفون إيش قد أني أنصح بالصيام. يعتبر الصيام من أفضل العلاجات على الإطلاق للالتهاب الذاتي. يعتبر الصيام من أروع العلاجات للتخلص من السموم ومن الأمراض ومن البكتيريا، وأيضا لا سمح الله من الأورام. وأيضا الصيام يعتبر من أروع العلاجات للتخلص من السمنة مثل ما كلنا نعرف، وأيضا يقوي المناعة. الصيام عنده قدرة عجيبة في الالتهام الذاتي من تطهير الجسم من البكتيريا ومن جميع الفيروسات اللي الجسم ممكن يكون ضامها خلال فترة كلش كبيرة، أو خلال فترة طويلة، أو يكون اكتسبها بالفترة الماضية القليلة. الجهاز المناعي راح يصير بحالة أفضل وأنشط جدا عندما نصوم. وطبعا هسه دا أتكلم مثل ما ذكرت مو فقط عن الإسلام أو فقط عن الصيام في الإسلام، ولكن أيضا الصيام المتقطع. لذلك نصيحتي لكم أن تصومون جميعا في شهر رمضان المبارك، بل هي الفرصة الرائعة لتقوية جهاز المناعة ولتقوية الجسم ضد أي فيروسات، ولغسيل وتنظيف وتطهير الجسم من أي فيروسات وميكروبات ممكن تكون موجودة خلال سنوات كثيرة، بالذات خلال السنة الماضية. وأيضا راح الجسم يصير أقوى للتصدي الكورونا. لذلك الناس اللي خايفة تصوم أنصحها جدا بالصيام، بل على العكس تماما، أثبت الصيام مثل ما ذكرت علميا وطبيا ونفسيا وجسديا أنه هو العلاج الأروع. كذلك لا تفوتكم فرصة الصيام للتخلص من الشحوم ومن الدهون والكيلوات الزايدة عندنا. لكن أطلب من عندكم شغلة جدا جدا مهمة، وهي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العلي العظيم. هاي الآية جدا مهمة نطبقها في شهر رمضان المبارك حتى نحصل على فوائد الصيام. ورمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير.